الله على التنوع في هذا الأكل، شكله يفتح النفس. أهلا وسهلا فيكم. أي شيء زيادة بدك يا؟ أبد، سلامتك سلامتك. يلا يلا يلا، سمو سمو بالله. صحة وهنا إن شاء الله. سمو على قلبك. يلا ما شاء الله، أكيد بيعجبكم هذا الأكل. السلام عليكم عمي ابو بدر. اهلا وعليكم السلام، يعطيك العافيه مؤيد. كيف الاكل ان شاء الله؟ وش الاكل؟ الاكل يجنن، لذيذ ما شاء الله عليك، تسلم يديك. الحمد لله. بصراحه انا اسف، انا اعتذر منك، يعني يمكن انشغلت عنك في الفتره الاخيره مع العائله، بس اكيد ان بدر فيه الخير والبركه. اكيد اكيد معذور يا عمي ابو بدر، وابدا بدر صار زي اخوي. أتمنى نكون على وفاق دائماً. إن شاء الله يا رب. عمي أنا أدري إن لنا علومنا وتقاليدنا هنا، بس الدنيا تتغير. مع إني أنا إنسان أحب أتمسك بهذه العادات والتقاليد، لكن التفاهم والتغير شيء من الإنسانية يعني. ونجود طول حياتها تكره الأسلوب التقليدي. طول حياتها، وش عرفها؟ أنا ونجود نتشارك في شغفنا لأحلامنا. نتشارك؟ وصراحة هذا الشيء اللي أنا أبيه في شريكتي المستقبلية. عمي أنا أطلب إيد بنتك نجود على سنة الله ورسوله، وحبيت أسوي هالشيء قدامها، فاسمح لي إذا أنت موافق وهي موافقة أكون أسعد رجال في الدنيا. لما كنت صغيرة كنت أشوف الحياة كأنها لعبة عبارة عن ليبلز، كل قرار يأخذك لمرحلة جديدة، ولما أحس بالملل أغير اتجاه اللعبة من غير سبب. عشان كذا صعب أستقر في مكان واحد، صعب أتخذ قرار والتزم فيه. بس زي ما أروى دايماً كانت تقولي، القرار ما يجي من لا شيء. إيش خلى مؤيد يطلب إيدي بالطريقة ذي؟